تواجه الحكومة العراقية أزمة بعد أن أوقفت إيران الإمدادات من الكهرباء في ظل موجة حر تجتاح البلاد، وأعلنت السلطات العراقية أن إيران قطعت نحو 1000 ميجاوات من الكهرباء، ما أدى إلى تأثر عدد كبير من المحافظات الجنوبية، وما أدى أيضا إلى خروج تظاهرات في مدينة العمارة. وقالت وزارة الكهرباء في بيان إن هناك محاولات لإجراء محادثات مع الجانب الإيراني لإعادة تشغيل الخطوط المقطوعة.